أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم ملصق ممنوع التدخين بطريقة بسيطة واحترافية بنفس الوقت. تابعونا. في البداية راح نمنح كورس مدفوع هدية لفائز من أصدقائنا الأعزاء. حتى تدخل بقرعة الفوز بالكورس المدفوع يرجى تسجيل الإعجاب مع وضع تعليق في هذا الفيديو. أهلا بكم من جديد. طبعا راح يكون الملصق بشكل أفقي، وطبعا ممكن في النهاية ينطبع أو يتم حفظه على شكل صورة ونشره في السوشيال ميديا أو في أي مكان آخر. طبعا راح يكون الاتجاه أفقي، فنذهب إلى قائمة تخطيط ومن ثم الاتجاه ونختار أفقي. نتأكد من الحجم أن يكون A4، وطبعا من علامات التصغير والتكبير بالأسفل راح نصغر العرض بهذه المنطقة. الآن راح نضيف شكل مستطيل من قائمة إدراج أشكال شكل مستطيل، طبعا راح نضيفه بهذه المنطقة، طبعا كبرها بحيث أنه تأخذ ثلثين من الورقة بهذه الطريقة تقريبا. وطبعا من قائمة تنسيق نذهب إلى تعبئة الشكل ونختار مثلا هذا اللون اللي هو الأزرق الداكن. المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. طبعا ممكن ناخذ نسخ من الصفحة الرئيسية، نسخ وطبعا لصق. راح يكون عندنا نسخة من شكل المستطيل، نذهب إلى قائمة تنسيق تعبئة الشكل، وطبعا ممكن نختار اللون الماروني. بهذه الطريقة طبعا راح يكون التصميم. الآن من قائمة إدراج أشكال دائرة راح نرسم بشكل دائرة، وطبعا يفضل أنه تكون الدائرة بشكل دائري وليس بيضوي، وطبعا حتى تكون دائرة بشكل دائري نضغط على شيفت أثناء الرسم. جيد، الآن طبعا راح تكون بالمنتصف. من قائمة تنسيق تعبئة الشكل راح تكون بلون أبيض، والمخطط التفصيلي راح تكون بدون مخطط تفصيلي. طبعا ممكن نرفع الشكل إلى الأعلى بهذه الطريقة. جيد، الآن من قائمة إدراج صورة راح نضيف صورة سيجارة، طبعا هذه الصورة، وطبعا راح تكون هذه الصورة مرفقة مع هذه المحاضرة طبعا بشكل مباشر قبل ما نضغط على أي خيار آخر وقبل ما نضغط على أي جزء بالتصميم، بما أن الصورة تم إضافتها فلذلك ستكون خلف الشكل المستطيل، فلابد أنه نعمل لها التفاف النص أمام النص. فمن قائمة التنسيق وطبعا الصورة محددة نذهب إلى التفاف النص ونختار أمام النص. طبعا الصورة راح تكون بالأمام بهذا الشكل. طبعا راح نضيفها، ممكن تكون بهذه الطريقة وبهذا المكان. الآن راح نضيف علامة المنع من خلال قائمة إدراج أشكال، وطبعا هذه العلامة راح نضيفها بهذه الطريقة، وطبعا ممكن أن نكبرها بحيث تأخذ حجم الدائرة بهذا الشكل. ممكن طبعا إذا لاحظ أنه حجم علامة المنع كبير جدا يعني واسع، بإمكان من هذه النقطة الصفراء ممكن طبعا نقلل العلامة أو العرض بهذه الطريقة. طبعا ممكن يزيد العرض قليلا بهذا الشكل. ممتاز. الآن من تنسيق تعبئة الشكل راح نختار لون أحمر، ومن المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي. الآن من قائمة إدراج مربع نص، وطبعا رسم مربع نص، راح نرسم مربع نص كبير بهذه المنطقة ممنوع التدخين. نختار فونت كبير وليكن هذا الفونت، وحجم وليكن 120 بهذه الطريقة. قائمة تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، راح نغير اللون إلى اللون الأبيض بهذه الطريقة. طبعا ممكن من قائمة تنسيق تأثيرات النص ظل، ممكن نختار ظل بهذه الطريقة يكون جميل. طبعا مثل ما نلاحظ أصبح عندنا ملصق
بسيط واحترافي بنفس الوقت.